Monsieur le prince héritier d'Arabie Saoudite, cher Mohamed Ben Salman, سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، شكرا جزيلا، شكرا لكم على استقبالكم الحار لنا في الرياض. الرئيس توكييف، السادة الرؤساء ورؤساء الحكومات، السيد رئيس البنك الدولي عزيزي أجي، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة المبعوثون الخاصون السفراء، السيدات والسادة ممثلو المنظمات الدولية من عالم العلم والشركات والمجتمع المدني، شكرا على حضوركم معنا اليوم في هذه القمة في الرياض في نفس وقت الذي بدأت به قمة الكوب 16 للتصحر. صاحب السمو الملكي، أشكركم ورجاء أن أتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على استضافته لنا واستضافتكم لنا في السعودية. المياه حتى الآن كانت اعتبرت كتحد ثانوي في مسألة مواجهة التغيرات المناخية، ولكن هذا يعني أننا ننسى الوقائع وننسى الأرقام، وأود أن أذكركم بها. في 9 حالات من 10 إن تحدي التكيف مرتبط بالمياه، ندرة المياه أو كثرتها، توفرها، نوعيتها، تغير دورات المياه الذي يجعل من الصعب توقع توفر كمياتها. المياه أساسية في كل سياسات التكيف. كل سنة تتدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، وهي تخسر بالتالي قدرتها على تغذيتنا، وتجبر على تحويل الغابات إلى أراضي زراعية، وتفاقم من أزمات المناخ والتنوع البيئي. وبالتالي مسألة المياه مرتبطة عضويا بمسألة مكافحة التصحر. 60% من المياه العذبة عابرة للحدود، وبالتالي المشكلة لا يمكن أن تحل فقط على الصعيد الوطني. الحدود لا تتناسب تماما مع أحواض المياه، ولهذا المياه يجب أن تعتبر كملك مشترك. ونلاحظ أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه. اليوم شخص من 4 لا يحصل على مياه عذبة جيدة، شخص من كل شخصين يواجه نقصا في المياه سنويا، بينما المياه هي حق أساسي من حقوق الإنسان. والقطاعات الأضعف هي القطاعات الأكثر تضررا. كل سنة تقضي النساء والفتيات 200 مليون ساعة للبحث عن المياه في كل أنحاء العالم. في كل المناطق التي تنقص فيها المياه يزداد فيها الظلم بحق المرأة والفتيات. وبالتالي هذا المؤتمر من أجل المياه كان يبدو لنا بديهيا. أضيف رقم لأقنع الجميع بضرورة الاستثمار في مجال المياه. كلما استثمرنا دولار واحد في قدرة المياه على مواجهة الأوضاع السلبية، فنوفر 4 دولارات في النفقات الصحية وبفضل زيادة الإنتاجية. وبالتالي فرنسا بدأت تسير على هذا الدرب. لقد تبنينا خطة وطنية لنخفض الاستهلاك 10% بحلول 2030، ولقد اعتمدنا على العلم والنماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى إذا زادت الحرارة 4 درجات. ونريد أن نعمل على كل الأصعدة: الاقتصاد، الابتكار، التكنولوجيا. وفرنسا حتى الآن خصصت أكثر من 10 مليار دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية، وأنفقنا منها 2 مليار عام 2023. وعلى صعيد العالم للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة هناك 5 أشياء مفروضة علينا. أولا العلم والمعرفة. التغيرات المناخية تغير دورة المياه، وبالتالي نحن بحاجة لبيانات ومعطيات سليمة ونماذج جيدة لاتخاذ القرارات المناسبة. وأنا سعيد جدا وحقا أشكر المبعوثين الذين عملوا بشكل جيد. إذن أنا سعيد إلا أننا نطلق اليوم الـ One Vision Alliance من المعاهد
معاهدي الأبحاث والمنظمات الدولية لتقاسم المعلومات عن الأقمار الصناعية والبيانات. الشيء الثاني الذي علينا أن نفعله هو تطوير التكنولوجيا ونشر التكنولوجيا، وخاصة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه لتفادي الإفراط في استخدام المياه العذبة. وقدرتنا على الابتكار في هذين المجالين ونشر هذه الابتكارات تحد أساسي، وهذا في قلب مشروع National Conveyor الذي تطوره الأردن وتدعمه فرنسا مع شركاء آخرين. الوصول إلى المياه أساسي للزراعة والأمن الغذائي، وبرنامج الأغذية العالمي WFP يعرف ذلك. وطبعا هذا أيضا في قلب مشروع إنغا الذي تنفذه جمهورية الكونغو الديمقراطية. وإذن النقطة الثانية كما قلت التكنولوجيات التي ننشرها. النقطة الثالثة هي استخدام أكثر مسؤولا للمياه من قبل كل الأطراف بما في ذلك القطاع الخاص. أشكر الشركات التي عملت معنا في هذه القمة. علينا أن نستهلك كميات أقل من المياه وبشكل أفضل لمكافحة التفريط بالمياه وهدر المياه، تحسين إدارة المياه في المدن وفي المناطق الريفية، وكل ما يسمح بتفادي تلوث المياه. وكنا شاركنا في مفاوضات اتفاقية البلاستيك والتي انتهت الدورة الخامسة منها في بوسان. ومسألة معالجة البلاستيك أساسية إذا أردنا أن نحافظ على المياه. النقطة الرابعة هي أن نأخذ في الاعتبار السكان الأكثر ضعفاً وهشاشة. فرنسا التزمت بهذا الموضوع عام 2023، وقعنا على النداء واش رود ماب للعمل في تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي والصحة في المناطق الهشة ومناطق النزاعات. أحد الأهداف كان تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة للمياه، وتم تعيين السيدة مارسودي لهذا المنصب. وأخيرا صاحب السمو الملكي، هناك مسألة الإدارة الرشيدة للمياه على الصعيد العالمي. كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص يجب أن تشارك. وأود أن أحيي الواتر فاينانس كوليشن التي تجمع أكثر من 60 مصرفا للتنمية، والتزم أعضاء هذه الشبكة بتخصيص أكثر من 50 مليار دولار لكل المواضيع المرتبطة بالمياه. نحن نريد أن نطلق تحالفا جديدا يجمع حول نفس الطاولة الدول، السلطات المحلية، الشركات الكبرى، التكنولوجيات الكبرى، والممولين الذين خصصوا حتى الآن 50 مليار دولار لكي نجد الحلول على أساس الاحتياجات، وخاصة تحلية المياه، ولتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج لها، وأخيرا لتوفير التمويل العام لمن يحتاج. هذا ما فعله المغرب في مشروع طرق المياه، وكان هذا نجاحا باهرا. لقد تمكن المغرب من حشد كل التكنولوجيات ومواجهة التحديات في المناطق الريفية وفي المدن. ونحن بحاجة لهذا التحالف المائي. نحن المملكة العربية السعودية، فرنسا، كازاخستان، البنك الدولي إلى آخره. وبالتالي مباشرة بعد هذه القمة أود أن نبني الـ New Water Coalition ويشارك بها كل من يرغب. هي مفتوحة للجميع. وإذا نوجه نداء لأصحاب الإرادة الطيبة لأن يأتوا معنا عام 2025، حيث سنحتفل بالعيد العاشر لاتفاق باريس، وأن يشاركوا معنا بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه. ونريد لهذا المؤتمر أن يكون نجاحا مشتركا. شكرا على انتباهكم. شكرا لكم صاحب السمو.